لو الحكاية فيها إن فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أحمد فوزي محمد جاد الرب، من محافظة جنة مركز قوس. طلعت المركز الثاني على الجمهورية في شعبة العلم علوم. الحمد لله أنا كنت بتمنى أن ده يحصل. المدرسين كانوا متوقعين لي التفوق. أول ما سمعت الخبر فرحت جدا طبعا، وأسرتي كلهم كانوا فخورين بيا، والله وكل جيراني وأصدقائي والمدرسين هنوني على التفوق. الحمد لله أنا السنة كانت طويلة، بدأناها برضو بالاجتهاد وتنظيم الوقت كان عامل مهم جدا، بالإضافة لدعم الأسرة، دي كانت عوامل مهمة جدا أن أنا أتفوق. كانوا أخواتي بيقدموا لي النصائح لو احتجت أي حاجة، لو في حاجة ما كنتش عارف أن أنا أفهمها أو ما كنتش عارف أنظم وقتي إزاي، كانوا بيدوني النصائح اللي أنا عايزها. أمي طبعا كانت بتقدم لي الدعم النفسي، ما كانتش طبعا بتسيبني أن أنا يعني أسوف أو أسيب أي حاجة يعني. لما كانت تدعي في الامتحانات طبعا، وكان سبب في توفيق ربنا لي ان انا اتفوق. بالنسبه للامتحانات، الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، كانت كلها من الكتاب المقرر، ما فيش الا جزئيات بسيطه بس هي اللي بتفرق ما بين اي طالب والتاني، بتفرق ما بين طالب المتفوق وطالب المتوسط، ودي لازم تكون طبعا موجوده في اي امتحان. انا حلمي بعد ما خلصت السنة دي ان انا ان شاء الله اتعلم تعليم كويس في اي كلية التحق بها ان شاء الله، سواء طب اسنان او طب بشري. ان شاء الله يعني اروح جامعة كويسة، واقدر ان انا اخلي ناس يفخرون بي اكتر واكتر، وانتقل من نجاح للتاني. بالنسبة للدفعات اللي جاية، احب انصحهم ان هم يعني يجتهدوا يعني ويضغطوا على نفسهم السنة دي شوية، اللي هي سنة تالتة ثانوي، ان هم يجتهدوا من بداية السنة، ما يسيبوش اي حاجات تتراكم عليهم، ان هم ينظموا وقتهم كويس. لازم برضو يحددوا هدفهم، لازم ما يسيبوش اي حاجة توقف قدامهم او ان هم يحققوا الحلم اللي هم عايزينه. الحمد لله حابب اوجه الشكر برضو لأسرتي وللمدرسين كلهم اللي هم كانوا بيهتموا بيا، ما فيش اي حاجة محتاجها ما كانوش بيدوهاني. أسرتي كانت بتضحي كتير والله عشان ان انا اكون مرتاح وان انا اقدر اتفوق. الحمد لله. وحابب اقول برضو ان اي حاجة انا عملتها او ان انا حققتها ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني توفيق ربنا هو كان لي العامل الكبير ان انا احقق النجاح اللي انا عملته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.